اتفضل يا سليم باشا. والله انا مكسوف من سعادتك، يعني انا عارف ان المكان مش قد المقام، بس قسما بعز الجلال الله هو ده المطرح اللي عندي. يا عم حاجه زي الفل، انت عملت الواجب بزياده. بعدين يا عم انا ضابط قوات خاصه، شفت حاجات اصعب من كده بكتير. وابراهيم يعني مش من جاردن سيتي، ابراهيم حلو ويعجبك ويستحمل، مش كده هيمه ولا ايه؟ اه اه طبعا يا باشا، على الاقل ارحم السجن. بعد اذن سعادتك لمؤاخذه. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، المكان نور يا سليم بيه. اتفضل اتفضل سعادتك. انا عارف ان هو مش قد المقام يعني، معلش يعني. قول لي سعادتك ايه؟ انا عملت حسابي يعني في شاي وسكر وكمان غلايه، وعملت حسابي في بطاطين لان الجو بيبقى رصاص بالليل، ولو مؤاخذه يعني سعادتك دوره المايه هنا. وبالنسبه للاكل، فطار غدا عشاء، ايام هتقوم بالواجب. ولو سعادتك يعني مش حابين تاكلوا تحت عندنا، نطلع لكم الاكل فوق، واي حاجه تامروا بيها رقبه سداد. ربنا يخليك يا حوده، اتكل انت على الله، بس ما تنساش حته السلاح اللي قلت لك عليها. بالاذن سعادتك. حاضر، بعد اذنك. يا هيما، مش عاجبك المطرح؟ تحب احجز لك في فندق؟ الحمد لله يا بيه، واحنا كنا لاقيين حاجة. صلى على النبي بقى، أكيد لسه برضه خايف على أهلك. قلت لك يا عم خلاص ما تقلقش، هطمنك عليهم وأخليك تشوفهم. وبعد ما تطمن يا بيه هنفضل كده؟ أنا مش عارف آخرة اللي احنا فيه ده إيه. قلت لك امشي وسيبني، مالكش دعوه بيا، فضلت لازق في ظهري وماشي ورايا، اعمل لك ايه طيب؟ هسيبك واروح فين اسلم بيك؟ هديني معاك، على الاقل انت بتلاقي اللي يقف جنبك ويساعدك. انما انا الاقي مين؟ انا ماليش حد. عم بقى ما تزودش على الهم، انا مش ناقصك. خليني افضي دماغي عشان اعرف افكر هعمل ايه. معلش يا بيه انا اسف، معلش حقك عليا. يا عم ولا اسف ولا حاجة. معلش يا هيما، ربنا يسهلها ان شاء الله. بس انا ما عنديش حاجة اقولها لك تريحك. كل اللي اقدر اقوله لك اول ما افك مصيبتي واثبت براءتي، مش هسيبك. هفضل معاك لحد ما اخلص لك مصيبتك واثبت لك برضه براءتك. بجد يا سليم بيه؟ بجد يا هيكو. هتنام فين بقى؟ هنا ولا هنا؟ يا انا في اي حته، انا لو سندت على اي حيطه هنام من كتر التعب. طب يلا. طب يلا.